أنا المطران يوسف سويف عضو بمجلس الأسائف الكاثوليك بالاتحاد الأوروبي وأنا عضو بصفتي مطران قبرص وقبرص هي أيضا بالاتحاد الأوروبي من دول الاتحاد بالواقع الكنيسة بالاتحاد الأوروبي لها دور أساسي أولا الكنيسة هي مدعوة بالعالم بشكل عام وبأوروبا وهذا هو إطارنا اليوم لحتى تكون خادمة ولكن أيضا لحتى تكون شاهدة لحتى تخدم الإنسان لحتى تخدم المجتمع البشري ولحتى تشهد لمحبة الله تشهد لأيام الحياة لأيام الحب تشهد للوحدة والمشروع الأوروبي بأساسه هو مشروع وحدة من خلال الاختبار يلي عشته أوروبا بالحروب وأدى إلى الانقسام إجا هالمشروع لحتى يكون مشروع السلام والمصالحة هلا أكيد كمان الكنيسة حضورها هون هي حضور جوهري من ناحية إنه بدها تذكر الاتحاد الأوروبي بأهمية الإنسان اللي هو محور كل المشاريع لأنه المشاريع بالاتحاد الأوروبي أحياناً تأخذ منحة استراتيجيات ومنحة أرقام وتحليلات وهيدي مسألة أكيد أساسية لابد منها ولكن بقلب الاتحاد الأوروبي الموضوع الأساسي هو الإنسان هو الشخص البشري كرامة الشخص البشري هو الحياة هو هالإنسان الشخص هالإنسان الجماعة ولا شك أنه بالنسبة لأبرشيتي بقبرص بالنسبة لقبرص بالنسبة للبنان وبالنسبة للشرق الأوسط وأوروبا الموضوع الأساسي هو موضوع السلام بناء السلام ثقافة الغفران ثقافة المحبة هو بناء هالجسور بين البشر هالتعددية اللي هي غنى مش مناسبة للحروب والنزاعات هيدي تمنياتي وهيدا النقاش اللي بيدور بجلساتنا بهالإطار الكنسي والمؤسساتي بأوروبا